أمام تجاهل الحكومة المؤقتة. وجوه أعلامية وأخرى حزبية سجلت حضورها بمقر إذاعة صفاقس تنفيذا للإضراب الذي دعت إليه نقابة الصحفيين التونسيين على خلفية التعيينات الأخيرة والتجاوزات الحاصلة من طرف الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية حسب البيان الذي أصدرته النقابة. إضراب اليوم يخوضوه الصحفيين تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لجملة من الأسباب ولتراكمات عديدة. في الحقيقة الإضراب هذا جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية في محاولة لثني السلطة القائمة على أنها تواصل فيها النهج هذا، وهو نهج محاولة الهيمنة والسيطرة على الإعلام العمومي وتدجينه. اتفقت كل الأطراف الحاضرة على الإملاءات والولاءات الحزبية التي أصبحت تهيمن على التعيينات الحاصلة في الإذاعة التونسية وعلى التضييقات المتكررة على الصحفيين ومحاولة جعل الإذاعة العمومية بوق دعاية للسلطة الحاكمة فيما رأه المتدخلون. من لحظة تعيين المدير العام الحالي محمد المدب على خلفية حزبية وعلى خلفية انتمائه لحزب النهضة بعد ما تصبغ، كما المتصبغين الجدد باعتبار تاريخه النوفمبري وتاريخه المساهم في انتخابات الرئاسة زمن بن علي، من جملة المتحولين سي محمد المدب، واللي من لحظة تعيينه على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية بدأت جملة من التجاوزات ترمي أولا أساسا للتضييق على كل الصحفيين وكل الإعلاميين والمتعاملين مع ميكروفون الإذاعة، التدخل في الخط التحريري. الإعلام العمومي مثل بوق للسلطة القائمة، ما نحبوش نرجعوا للوضع هذا. وكعلاش الصحفيين اللي جربوا وعاشوا ويلات الدكتاتورية وجربوا كيفاش أنهم يكونوا مجرد بوق للسلطة القائمة دون أن تتاح لهم فرصة في أنهم ينعموا بالحرية، حرية في قطاع الإعلام، الصحفيين هذوما يرفضوا الخطوات المتكررة من السلطة القائمة في محاولتها للهيمنة على قطاعهم. طلبنا الرئيسي هو عدم التدخل، وهذا حق، معناه حق مشروع لنا، عدم التدخل في الخط التحريري اللي هو يرسموه أهل المهنة اللي هم الصحفيين أدرى بالخط التحريري، ثم تسميات المسقطة على رأس مختلف المؤسسات التابعة على المستوى الجهوي والمركزي التابعة للمؤسسة الإذاعة التونسية. بعض الوجوه في المجتمع السياسي من المعارضة بصفاقس سجلت حضورها بالمساندة والتأييد لمطالب الصحفيين في الحيادية والموضوعية والحرفية والالتزام بميثاق شرف المهنة الصحفية واستقلالية المرفق العمومي السمعي البصري. أول حاجة جيت كمواطن تونسي يهمني المرفق العمومي اللي نشوف خطر يهدد فيه، هو خطر محاولة حركة النهضة السيطرة عليه بكل وسائل. جيت كجبهة شعبية وكحزب عمال باش نقفوا مع الصحفيين في معركتهم من أجل استقلال إذاعتهم الجهوية وإذاعتهم الوطنية، اللي حاول المدير متاعها النهضاوي هذايا هو أنه ما يخدمش المرفق هذايا بقدر همه الوحيد من خلال التعيينات الستة هذية، هو أنه يحاول يعين ستة من أعضاء حركة النهضة حتى يتسنى الحركة هذه الهيمنة على وسيلة الإعلام. من حق كل الفئات، كل النقابات أنهي تناضل بكل الأشكال المدنية والسلمية، والإضراب وحدة من شكل من الأشكال التعبير على المطالب والتعبير على موقف للنقابة. اليوم نحيو كل المناضلين الصحفيين، كل الأقلام الصامدة، كل الأقلام الحرة اللي تدافع على حرية التعبير وحرية نقل الصورة والمشهد بكل ما فيه، بكل اختلافات وتنوعات، وحتى لو كان مختلف أو في تعارض مع الحكومة القائمة، لأنه الإعلام هو إعلام عمومي وليس إعلام ملك لحكومة معينة. إضراب إعلامي حضوري مع حضور ملفت للوجوه السياسية تغيب فيه الإحصائيات الدقيقة حول مستويات الاستجابة إليه، رغم أن قسم الأخبار بإذاعة صفاقس التزم بمواعيده الإخبارية نشرات ومواجيز.